بالخالق يحييها ويعلمها ويربيها ويطهرها ويزكيها ويعلمها ويربيها ويطهرها ويزكيها ويعلمها ويربيها ويطهرها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، والصلاة والسلام على النبي الذي بلغ الرسالة ونصح القوم، وعلى آله وصحبه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين. السادة المشاهدون، السيدات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أينما كنتم. الأمة التي نزل عليها القرآن فأعاد صياغتها هي المعجزة التي تشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه أحسن بناء الأجيال وتربية الأمم، أحسن صياغة جيل قدم الحضارة القرآنية للعالمين. التاريخ يشهد أن العرب عندما قرأوا القرآن ووعوا الإسلام تحولوا تلقائيا إلى أمة تعرف العدل وتكره الظلم، تكره أخلاق الكبرياء والكسل وإخوان الشياطين. حقيقة الأمر أن الأمة كانت على مستوى القرآن، والحضارة الإسلامية جاءت ثمرة لبناء القرآن للإنسان. إننا في هذا البرنامج ونحن نتعلم ونعلم وسائل حماية الأداء القرآني المتواتر، وهذا أمر لا بد منه، مدعوون دائما لوعي المعاني وإدراك الأحكام وتشرب الهداية. يا سادة، جديد قديم القول إن القرآن يصنع النفوس ويبني الحضارة المتميزة العادلة. هذه طاقة القرآن، فلنمكنها من أنفسنا ولنطوع حياتنا لها. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. هذا هو الكتاب الذي جاءنا هداية، نلتف حوله، نتعلم تلاوته، نهتدي بأنواره. باسمكم أرحب بالأستاذ الدكتور أيمن رشدي سويد، أستاذ القرآن والقراءات في الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بجدة. أهلا وسهلا فضيلة الدكتور أيمن. أهلا دكتور محمد. كما يسرني أن أرحب اليوم بفضيلة الشيخ صبري المنشاوي من مصر الشقيقة. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ. أهلا مرحبا بكم، حياكم الله. مع الدكتور أيمن نبدأ اليوم تلاوتنا المنهجية من سورة البقرة، وكنا قد وقفنا عند الصفحة 9 حيث انتهى بنا المقام. هيا إلى القرآن العظيم نتعلم تلاوة سورة البقرة حيث وقفنا مع الدكتور أيمن مع الآية 58. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا. وادخلوا الباب سجدا وقولوا حط نغفر لكم خطاياكم. وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. وسنزيد المحسنين. وسنزيد المحسنين.
فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها من بقلها وفومها من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتس تبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق
ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. بارك الله فيكم. وأحب أن أنبه على بعض الكلمات التي لها علاقة بدرسنا الماضي الذي كان في إدغام الحرفين المتماثلين إذا سكن الأول. ففي هذه الصفحة التي تشرفنا بقراءتها الآن عدة نماذج من ذلك. قال تعالى: فقلنا اضرب بعصاك الحجر. اضرب آخرها باء ساكنة، بعصاك أولها باء متحركة، فهنا لابد من إدغام الباء الأولى في الثانية، ويكون النطق بباء واحدة مشددة، نطبق الشفتين على الباء الأولى ونفتحهما على الباء الثانية هكذا. فقلنا اضرب اضرب بعصاك. نعم. بينما نلاحظ مثلا الآية التي قبلها قوله تعالى: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. لاحظوا قوله تعالى: قيل لهم. قد اجتمع لامان وهما حرفان متماثلان، ولكن مع ذلك لم ندغم اللام الأولى في اللام الثانية، لأن الشرط الثاني للإدغام وهو سكون الحرف الأول لم يتحقق. لاحظوا قيل لامها مفتوحة، لو كانت ساكنة لأدغمناها. أيضا في الآية الأخيرة التي قرأناها قال تعالى: ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. عصوا آخرها واو ساكنة قبلها مفتوح، يعني ليست حرف مد. نحن قلنا في درسنا الماضي إذا اجتمع مثلان والأول ساكن وجب الإدغام إلا أن يكون الأول من الحرفين حرف مد. فهنا كان الأول واو ساكنة لكن قبلها مفتوح، ليست حرف مد، لذلك الإدغام حاصل. وقرأنا ونعيد الآن: عصوا عصوا، وهكذا ندغمها. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. هذا ما أحببت أن أنبه عليه في هذه الصفحة. شكرا للدكتور أيمن على هذه الإفادة والتذكرة التطبيقية للدرس الماضي. قبل أن نأخذ درسنا المقرر اليوم إن شاء الله من أحكام التجويد، نود أولا أن نذكر السادة المشاهدين أنهم دائما يمكنهم أن يواصلون من خلال الاتصال بنا مباشرة الآن ونحن نبث هذا البرنامج على الهواء، وذلك على الهاتف رقم 00 56 90 90 25، كما يمكنهم أن يراسلونا دائما على البريد على صندوق بريد 42065 الرمز البريدي 21 45 جدة المملكة العربية السعودية، قناة اقرأ الفضائية، برنامج كيف نقرأ القرآن. كما أنهم يمكنهم الآن أن يراسلونا عبر الفاكس لمن أراد، وذلك على رقم 00 96 62 67 10 390، وذلك إما الاستفسار عن دروس مضت أو عن أحكام لم نتعرض لها الآن، أو الاقتراح، أو من خلال الهاتف لعرض تلاوة وأخذ رأي الشيوخ بتصحيحها وتصويبها أو الحكم على مدى الإتقان فيها، كل ذلك متيسر في برنامجنا كيف نقرأ القرآن. والآن أعود إلى الدكتور أيمن لأسئلة. وكنتم قد أشرتم قبل قليل أننا في الحصة الماضية تناولتم إدغام المتماثلين. نعم. والآن نود اليوم إن سمحتم لنا أن نواصل مع إدغام المتجانسين. بارك الله. الله يبارك فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا يا إخوة في درسنا الماضي تكلمنا عن إدغام الحرفين المتماثلين إذا التقيا والأول ساكن. أيضا من الأمور التي أجمعت العرب على الإدغام فيها أن يكون الحرفان الملتقيان متجانسان أو متجانسين، أن يكون الحرفان متجانسين بأن يكون الأول والثاني من المخرج نفسه، لكن شرط ذلك أن يكون الأول ساكنا، كما كان هذا الشرط أيضا في إدغام الحرفين المتماثلين. مثلا خذوا قوله تعالى: إذ ظلموا. إذ ظلموا، الذال من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا. إذ ظلموا، والظاء من المخرج نفسه، والذال ساكنة، إذن التقى حرفان متجانسان والأول ساكن، فالعرب تدغم الحرف الأول في الثاني بمعنى تقلبه إلى جنس الثاني. لاحظوا الفرق بين إدغام المتماثلين والمتجانسين. الإدغام المتماثلين يا إخوة الحرف الأول هو عين الحرف الثاني،
لكن في المتجانسين الأول والثاني من المخرج نفسه لكن نطقهما مختلف، فحتى يتم الإدغام لا يمكن ذلك إلا بتحويل الأول إلى الثاني. هكذا إذا نرى على الشاشة تعريف إدغام الحرفين المتماثلين وهو المتجانسين، وهو إدغام الأول من المتجانسين، هذا أمر واجب بشرط أن يكون الأول ساكنا. إذن يجب إدغام الأول من المتجانسين إن كان ساكنا في الثاني. ومن تلك الأمثلة قوله تعالى إذ ظلموا، لاحظوا بأني أقول إذ، يعني ما عاد هناك في النطق ذال يا إخوة، على طول مباشرة إلى الظاء، إذ ظلموا. كذلك قوله تعالى قد تبين، التقت هنا الدال والتاء وهما من المخرج نفسه، فنحول الدال إلى تاء ثم ندغم التاء في التاء، فيصير النطق بتاء مشددة ولا يبقى للدال أثر. هكذا قد تبين الرشد من الغي، قد تاء ولم يعد هناك دال، ولكن لاحظوا يا إخوة هذا في حال الوصل فقط، أما لو وقفنا فنقول قد، قد بالدال الواضحة. كذلك قوله تعالى آمنت طائفة، فآمنت طائفة من بني إسرائيل، فآمنت هذه تاء وهي من مخرج الطاء، فإذا وصلنا كلمة آمنت مع كلمة طائفة نحول التاء إلى طاء ثم ندغم الطاء الأولى في الثانية ويصير النطق هكذا، فآمنت طائفة، فآمنت طاء ولا يبقى للتاء أثر. كذلك المثال الأخير قوله تعالى فلما أثقلت دعوا، دعوا الله ربهما، أثقلت أيضا آخرها تاء ساكنة، ودعوا أولها دال متحركة والتاء والدال من المخرج عينه، لذلك نحول التاء إلى دال ثم ندغم الدال في الدال فيكون النطق هكذا، فلما أثقلت دعوا، لاحظها أثقلت دا، يعني ما بقي تاء أبدا، لكن لو وقفنا فلما أثقلت ننطق تاء. إذن هذا الحكم فقط في حالة اتصال التاء مع الدال بعدها بشرط سكون الأول منهما. هذا هو إدغام المتجانسين، ولاحظوا بأنه شبيه جدا بإدغام المتماثلين، الفرق الوحيد فيه أننا نحول الحرف الأول إلى الثاني ثم ندغم. هل هناك بعض الحالات الخاصة؟ نعم هناك بعض الحالات الخاصة وهي قليلة ونادرة، ولكن لابد من الإشارة إليها. نحن يا إخوة قد درسنا بمعيتكم في على الحلقات الماضية صفات الحروف، وبينا بأن هناك بعض الصفات القوية ويقابلها بعض الصفات الضعيفة، فمن الصفات القوية صفة الاستعلاء، ومن الصفات القوية صفة الإطباق، وقلنا بأن كل حرف مطبق مستعل فهما صفتان قويتان، فإذا جاء حرف مطبق وبعده حرف من مخرجه ولكنه غير مطبق منفتح، فالقوي هو الأول، فكيف يدخل القوي في الضعيف؟ هذا أمر يعني فيه ملحظ انتبهوا إليه. يعني مثلا خذوا قوله تعالى على لسان الهدهد لسيدنا سليمان عليه السلام، قال أحطت بما لم تحط به، أحط هذه طاء ساكنة، تو هذه تاء متحركة، والطاء والتاء من المخرج نفسه، والأول منهما ساكن، إذن هما حرفان متجانسان والأول ساكن. فإن أدغمنا يا إخوة كما فعلنا في قد تبين وأثقل الدعوة، قلنا أحدت بما لم تحط به، أحدت بتاء مشددة، وهذا لم تفعله العرب، ولو أظهرنا لقلقلنا الطاء وقلنا قال أحطت، وهذا أيضا أمر لم تفعله العرب. إذن أدغموا العرب، أدغمت الطاء في التاء هنا، ولكن مع إبقاء صفة الإطباق فيها من غير قلقلة. كيف يكون ذلك يا إخوة؟ نطبق المخرج على طاء من غير قلقلة ثم نفتح على تاء، هكذا قال أحطت، لاحظوا اسمعوني جيدا لأن الأمر دقيق وبحاجة إلى تدريب، قال أحط، نطقت الآن أنا طاء ساكنة غير مقلقلة وبقي المخرج مطبقا، أحطت وفتحته على تاء. إذن أعيدها، قال أحط،
أحطت بما لم تحط به. وخذ مثلا قوله تعالى فرطت، يا حسرة على ما فرطت، أيضا هنا طاء بعدها تاء، لا بد من إدغام الطاء في التاء، ولكن كما قلنا إدغاما ناقصا. هكذا يا حسرة على ما فرطت في فرق، أطبقنا على طاء من غير قلقلة، فرطت فتحنا المخرج على تاء. إذن لو سمح الشباب معي في الاستوديو أقرأ ثم يقرؤون خلفي، لأن هذه المواضع دقيقة قليلا. نرجع اللوحة إلى ما بعد التلاوة. قال أحطت بما لم تحط به، قال أحطت بما لم تحط به. إذن لاحظتم من خلال تلاوتي وتلاوة الإخوة من خلفي كيف أطبقنا على طاء وفتحنا على تاء. يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، ومن قبل ما فرطتم في يوسف، ومن قبل ما فرطتم في يوسف. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني. بارك الله فيكم. إذن هكذا لاحظنا يا إخوة أن الإدغام الناقص في الطاء التي بعدها تاء يكون بأن نطبق المخرج على طاء ثم نفتح على تاء، لأن بديل ذلك إما الإظهار وهو أن نقلقل الطاء، وهذا أمر لم تفعله العرب، أو أن نحول الطاء إلى تاء ويكون النطق بتاء مشددة، فردت وهذا لم تفعله العرب، أحدت وهذا أيضا لم تفعله العرب. اللوحة يظهر عليها موضوع الإدغام الناقص في الحرفين المتجانسين، وذلك إذا كان الحرف الأول منهما مطبقا، نحو أحطت فرطتم بسطت، ينطبق المخرج على الحرف الأول من غير قلقلة وينفتح على الحرف الثاني الذي هو التاء. هذا ملخص درسنا اليوم، ونحن لا نطيل عليكم في المعلومات يا إخوة حتى يكون هضمها سهل، فمن يتابعنا بحول الله لا يتعب ويتعلم أحكام تلاوة القرآن شيئا فشيئا دون أن تأتيه المعلومات مكثفة وبكميات كبيرة. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا للدكتور أيمن على هذه الإفادة الطيبة، ولكن قد يأتي سؤال، اتفضل. لماذا لا تقلقل هنا الطاء وهي من حروف القلقلة؟ سيدي لو قلقلنا لأظهرنا الطاء بساطوتا، وهذا لا يصح، لأن الطاء والتاء حرفان متجانسان والعرب أجمعت على هذا الإدغام، فطبيعة المقام تقتضي أن نطبق على طاء ونفتح على تاء. إذن شكرا للدكتور أيمن، وعلى بركة الله نتابع تلاوتنا المنهجية في الصفحة العاشرة ومع الآية 62 ومع الدكتور أيمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم، والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم، فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم
الطور خذوا ما آتيناكم بقوة وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين
بارك الله فيكم. أيضا هذه الصفحة التي قرأناها الآن نلاحظ في الآية الأولى منها قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين آمنوا آخرها واو ساكنة والذين أولها واو متحركة، أي التقى متماثلان ومع ذلك لم ندغم الأول في الثاني لأن الأول منهما حرف مد. فقلنا إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى، لاحظتم المد؟ لو أدغمنا أقول لو لقلنا هكذا إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى، وهذا لا يصح. إذن هذا الذي عملته فقط من باب لو أدغمنا كيف كان النطق، هذا لا يصح ولا بد من الإظهار هنا لأن الملتقي الحرفين الملتقيين هنا هما متماثلان والأول حرف مد فلا بد من الإظهار والبيان. بينما قوله تعالى ثم توليتم من بعد ذلك، توليتم آخرها ميم ساكنة، من أولها ميم متحركة، فأدغمنا الميم الأولى في الثانية ونطقنا ميما مشددة. هذا يعني تطبيق عملي لدرسنا في هذه الحلقة والحلقة السابقة، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا للدكتور أيمن على هذا التطبيق وهذا التنبيه التعليمي الدقيق. ويسرنا أن نرحب مجددا بضيفنا الشيخ صبري المنشاوي، أهلا وسهلا صاحب الفضيلة. وكما هو شأننا دائما مع القراء والمقرئين الذين يستضيفهم البرنامج نفتتح لقاءنا بتلاوة ما يتيسر من سورة آل عمران من الصفحة 54 والآية 33، وعلى بركة الله إن الله اصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت والله أعلم بما وضعت
وليس الذكر كالأنثى وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى أن الله يبشرك يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا
وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. صدق الله العظيم. شكرا فضيلة الشيخ وتقبل الله تلاوتكم، فقد أمتعتم الأسماع بهذه الآيات المباركة من التنزيل الحكيم. وأود أن أسألكم، أعود بكم إلى الطفولة وإلى الصغر، كيف كنتم مع القرآن وعمن تلقيتم القرآن الكريم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى الله عليه وسلم. نحن تلقينا القرآن في محافظة سوهاج عند الشيخ صديقي المنشاوي رحمة الله عليه. نعم. القارئ المشهور. المشهور نعم. نعم. الذي علم أولاده الشيخ محمد والشيخ محمود. نعم. وثم جلسنا يعني 4 سنوات في تحفيظ في حفظ القرآن. وبعد ذلك جودناه بقراءة حفص، وكنا نقرأ القرآن في الصعيد وفي الاحتفالات. نعم. وفي الـ أي احتفال فيه قرآن نقرأ فيه. نعم. وفي المساجد. نعم. نعم. صحبتكم للشيخ صديق المنشاوي كانت طويلة أم قصيرة؟ نعم، يعني 10 سنوات الحمد لله. 10 سنوات تقريبا. نعم. ما شاء الله. قرأنا في أبو ظبي وفي في قطر والبحرين. نعم. نعم. بارك الله بكم وتقبل منكم. وأود إن سمحتم لي والدكتور أيمن أن أعرض لبعض رسائل المشاهدين، فقد طال عتبهم علينا، ويبدو أننا الآن قبل أن نعرض رسائل المشاهدين معنا اتصال هاتفي من الأخ محفوظ الجهني من المدينة المنورة. ألو 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 ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. الدكتور محمد حداد. أي نعم، أهلا ومرحبا. مرحبا حياك الله. بارك الله فيك. لدي سؤال واحد. تفضل يا أخي. وهو هل لكم توضيح الفرق بين النطق بين الإدغام والحرفين المتماثلين المتجارسين؟ نعم. ولكم جزيل الشكر. شكرا لك. يبدو أن دكتور أيمن أنه يريد ملخصا موجزا للفرق، أهم الفرق. نعم. الفوارق بين إدغام المتماثلين والمتجانسين. نعم. إذا عرف الفرق وعرف الأمر. نحن بسم الله الرحمن الرحيم، نحن قد أشرنا إلى ذلك منذ قليل، ولكن نعود فنقول المتماثلين هما أن يكون الحرفان الأول عين الثاني والثاني عين الأول، باء وباء، تاء وتاء، ذات الحرف، ذات الحرف، هذا اسمه متماثلين. المتجانسين أن يكون الأول والثاني من المخرج نفسه لكن النطق مختلف،
كالطاء والتاء والدال، هذه الثلاثة من مخرج واحد كما شرحنا ذلك في درس المخارج. الفرق بينهما يا أخي أن الإدغام المتماثلين الأول عين، الفرق بينهما أن الأول والثاني متماثلان في الإدغام المتماثلين، وأنه في المتجانسين الأول مختلف عن الثاني فلا بد من تحويله إلى جنس الثاني. القاسم المشترك بين الإدغام المتماثلين والإدغام المتجانسين أن الأول من الحرفين يجب أن يكون ساكنا، هذا هو الشرط الأساس الذي لا بد منه في إدغام المتماثلين وإدغام المتجانسين. وصلى الله على سيدنا. شكرا للدكتور أيمن على هذه الإفادة الموجزة الملخصة لدرس اليوم والدرس السابق. وللأخوات المشاهدات حق علينا كما للإخوة، ويبدو أن هناك رسالة من الأخت الرميصاء هبة الله من الهامل من الجزائر، والرسالة مطولة ولا أستطيع حقا تناولها جميعا. خلاصتها تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا أعز ضيفين نستقبلهما في بيوتنا، تعلمون البشرية تلاوة خير كتاب، نحتضنكم نفتح لكم الأبواب إلى آخره. وتقول للدكتور أيمن: لقد استفدنا كثيرا من دروسك، ونشكو لك إخلاصك وصدقك في الأداء، ونجزم أنك ستحقق نتائج باهرة مع طلبتك المنتشرين عبر العالم، خصوصا إذا وجدت المساعدة الكافية من المخرج. وبالمناسبة الأخ المخرج نستميحه عذرا فلها عتب، فمن حق المشاهد أن يبدي رأيه وأن يقترح علينا الأمثلة لتطوير البرنامج، وكلنا في صف واحد إن شاء الله. إذا وجدت المساعدة الكافية من المخرج باستعماله الطرق الحديثة في فن التصوير. وتقول الدكتور أيمن: طلبتك يعدون بالملايين من كل الأجناس والألوان، تلهج كلهم قلوبهم بالدعاء لك. وتقول لي: شكرا لك ولفهمك لنفسية المشاهد وإخلاصك في خدمة كتاب الله وحرصك على الوصول إلى نتائج مرضية من خلال هذا البرنامج. وتقول لقناة إقرأ: نتوجه إليها بالشكر التي أتاحت لنا هذه الفرصة التي لم يسبقها إليها أحد، فجزى الله كل العاملين بها والمشرفين عليها خير الجزاء. ثم تقول بعد ذلك: أما بعد فلأن برنامجنا كيف نقرأ القرآن، ولعلي مصير بهذا التعبير، يهمنا نجاحه ونعتز ونفخر به دون غيره من البرامج، فاسمحوا لي أن أقترح عليكم بعض الاقتراحات فيما يسهم في تطوير البرنامج. تقول: أولا بالنسبة للتوقيت، مراعاة وقت المشاهدين، تلتمس مراعاة وقت المشاهدين، إذ تقول: أوقات إعادة البرنامج غير مناسبة لنا نحن في أفريقيا على الأقل، فهي في زمن تقل في فنحن في زمن تقل فيه الإرادة ويضعف الإيمان، ولا يمكن متابعة البرنامج بعد منتصف الليل. أما منتصف النهار حيث توقيت غرينتش طبعا فهو وقت الدراسة أو العمل، وأما وقت بثه الساعة المباشر 8 أو بتوقيتنا 9 يوم الأحد، فيتزامن مع بث برنامج الشريعة والحياة في قناة الجزيرة للشيخ قرضاوي الذي نتابعه منذ الزمن. وهذا أوقعنا في حرج أيهما نختار، ومهما كان الاختيار فسنحرم أحدهما، ولأنكم أنتم الذين أجريتم التعديلات على الزمن تحملون المسؤولية ونحن نتحملها. فالتوقيت الأقل، فالتوقيت الأول مساء الثلاثاء كان مناسب، وأنا أتوقع أن يوم الثلاثاء غير مناسب، وعسى أن نتأقلم مع هذا الوقت أو نبحث عن وقت آخر بإذن الله تبارك وتعالى. بالنسبة لمراحل الدرس، بخلاصة دكتور أيمن تقترح علينا، تتمنى أن الأخوة ما شاء الله متقنين ولا يظهر أخطاء معنا في الأداء من الأخوة، فلتلتمس أن نضمها إلى مجموعة الشباب بعض الأخوة غير المتقنين ليقع الخطأ، ومن خلال الخطأ الذي يقع يكون التدريب الميداني لتصحيح النطق. هذا من بعض مقترحاتها. وتلتمس أن تعاد ملخص في كل حلقة للحلقات السابقة، وتقترح علينا وعلى المخرج أن نستخدم التقنية التعليمية والحركة في الاستوديو من خلال سبورة وما إلى ذلك. هذا الأمر محل دراسة، وبإذن الله تبارك وتعالى قدر الإمكان سنستفيد من هذه الاقتراحات وهي محل نظر. وللأخت الكريمة ولأخواتها كل الشكر والتقدير على هذا التواصل. ويبدو أن معنا أيضا رسالة أخرى، وما أدري إذا كان الوقت يسمح لنا. نعم، رسالة أخرى أيضا من الجزائر من المرسل مصطفى قرنيط بعد المقدمة، يقول لي سؤال وأود أن يجيبني عليه الدكتور أيمن حفظه الله، وهو كالآتي: لاحظت من خلال مقارنتي بين قراءة ورش وقراءة حفص أنه في سورة الحديد
لم توجد، وأقول حذفت، لم توجد كلمة هو من رواية ورش، بينما أثبتت في رواية حفص من قول الله تعالى فإن الله هو الغني الحميد في رواية ورش، فإن الله الغني الحميد. هذا وعند ورش لا نجد لفظه. أطلب توضيح من الدكتور أيمن شكر الله له، كما أنه يطلب عنوان أخ ضيف كان عندنا في البرنامج، عسى نرسل إليه العنوان إن شاء الله تبارك وتعالى، ويقول إلى لقاء آخر. فماذا تقولون فضيلة الدكتور أيمن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أخونا السائل حفظه الله يسأل عن أمر مهم، وأرجو من الإخوة الذين يسمعوننا أن يعطوني سمعهم وأن يصغوا، لأن خلاصة السؤال في رواية ورش عن نافع وجد في المصحف مكتوب في سورة الحديد إن الله الغني الحميد، وفي المصحف المضبوط على رواية حفص وجد فإن الله هو الغني الحميد بزيادة هو، فما هذا الأمر؟ طبعا ظاهر السؤال أنه أمر خطير، وكيف تختلف المصاحف هكذا. نعود يا إخوتي إلى أول الأمر، إلى زمن الوحي، إلى زمن جبريل عليه السلام، وقت تنزل القرآن الكريم. رسولنا الأعظم صلى الله عليه وسلم بلغنا القرآن الكريم بطريقتين اثنتين، بلغنا إياه مكتوبا، وبلغنا إياه منطوقا بالنقل الصوتي. لما كان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من القرآن الكريم، كان يدعو بعض الصحابة الذين يعرفون الكتابة فيكتبون في حضرته صلى الله عليه وسلم ما أنزل، يعني يكتب 4 قطع 5 قطع بحسب ما يتوفر من الصحابة الكتبة الذين سموا بكتبة الوحي. إذن لما كان ينزل المقطع كان توجد منه 4 قطع 5 قطع 3 قطع 6 قطع بحسب ما يتوفر من الصحابة الكتبة، وكل هذه القطع كتبت أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي مراقبة سماوية، لأن جبريل عليه السلام حاضر. قال تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا لو حرف امتناع الامتناع، يعني حالة افتراضية، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. ما معنى أخذنا منه باليمين؟ اليمين يا إخوتي هي أداة الكتابة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يمارس الكتابة، وما بلغنا أنه كتب إلا مرة واحدة عند صلح الحديبية، لكن ما عرف عنه صلى الله عليه وسلم أنه كتب بخطه، والله يقول ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، لكنه هو الآمر بالكتابة للصحابة الكتبة. فعندما كانوا يكتبون في حضرته ويقول اكتبوا كذا، فأنزل الله عز وجل أيدي الكتبة منزلة يد رسول الله، فقال لأخذنا منه باليمين، أي للكاتب، هكذا أخذنا منه باليمين، يعني منعناه من أن يكمل الكتابة، ثم لقطعنا منه الوتين. اختلف العلماء في الوتين، بعضهم قال عرق في الرقبة إذا قطع مات الإنسان، وبعضهم قال نياط القلب وعروقه، المهم أنه شيء إذا قطع مات الإنسان، بمعنى لدمرناه تدميرا، الذي يحاول أن يحرف كلام الله، الله عز وجل له بالمرصاد، لأنه تولى حفظ القرآن هو جل جلاله، لأنه آخر الكتب السماوية، فلو حرف ما عاد في تعديل. إذن القطعة التي كتبت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لها حرمانية خاصة، أقل ما يقال فيها أنها سنة تقريرية من النبي صلى الله عليه وسلم. بقي الأمر هكذا إلى زمن خلافة سيدنا أبي بكر، لما كثر القتل في القراء في حرب المرتدين، خاف سيدنا عمر كما نعلم على القرآن، وراجع سيدنا أبا بكر في جمع القرآن، فدعوا زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، وقام بجمع القطع التي بأيدي الناس مما كتب بين يدي رسول الله. ولاحظوا هذه النقطة يا إخوة، ليس أي قطعة، القطعة التي كتبها الناس ليست مراقبة سماويا، لكن القطعة المكتوبة بين يدي رسول الله هي التي لها الشأن ولها العظمة. فكان يطلب من الناس من كان عنده قطعة مما كتب بين يدي رسول الله أن يأتيني بها، وأن يكون عنده شاهد غيره على أن هذه القطعة كتبت بين يدي رسول الله. فجمع القرآن كله المكتوب وليس المنطوق بهذه الطريقة، كل قطعة عليها شاهدين، إلا آيتين اثنتين كما ذكرت الروايات، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ولقد جاءكم رسول من أنفسكم، آخر سورة التوبة، وجدهما عند سيدنا خزيمة بن ثابت
سيدنا أبو خزيمة، خزيمة بن ثابت هكذا اسمه، أبو خزيمة، خزيمة بن ثابت، وجدوا عنده هاتين الآيتين، فقال له سيدنا زيد أعندك غيرك يشهد على أنها كتبت بين يدي رسول الله؟ قال لا. فتذكروا أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن وجوده بأبي وأمي كان قد جعل شهادة خزيمة بن ثابت بشهادة رجلين لقصة نذكرها في حلقة أخرى، فقال من شهد له خزيمة فهو حسبه، فقبل منه هاتين القطعتين. إذن الحديث طويل ونكمله في الحلقة القادمة لنبين ونمشي تسلسل تاريخي كيف وصلت المصاحف إلى ما هي عليه الآن، واحد في إن الله الغني الحميد، والثاني في إن الله هو الغني الحميد، والوقت لا يتسع، نكمله بإذن الله في الحلقة القادمة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. شكرا للدكتور أيمن على هذه الإفادة، وخلاصة الأمر أن هذه الرواية متواترة وليس هناك خلاف، وسيتضح ذلك في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. نختم بسورة والتين والزيتون على طريقة الترتيل من الشيخ صبري بارك الله فيه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ صدق الله العظيم. شكرا للشيخ صبري. أعزائي المشاهدين، لا يسعني خاتمة هذه الندوة إلا أن أتوجه بجزيل الشكر وخالص التقدير للدكتور أيمن رشدي سويد، أستاذ القرآن والقراءات في الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم جدة، وفضيلة الشيخ صبري المنشاوي من مصر الشقيقة، وللشباب معنا في الاستوديو الذين يسهمون بقدر كبير في إنجاح هذا البرنامج، ولفريق العمل كذلك، جميعا لهم منا جزيل الشكر. باسمكم جميعا أتوجه للجميع بالشكر، وأشكركم لتواصلكم معنا في هذا البرنامج. بحمد الله بدأنا لخير الكلام تلونا، بالإسلام اهتدينا، لربنا أنبنا. في هذه الأوقات العصيبة للأمة نقول ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. في هذا الموعد لنا لقاء في الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا المختار أتى الدنيا بكلام الخالق يحييها، هذا المختار أتى الدنيا بكلام الخالق يحييها، ويعلمها ويربيها ويطهرها ويزكيها، ويعلمها ويربيها ويطهرها ويزكيها. هبة الرحمن هي القرآن فعطر منه الأفواه، آيات الله هي البرهان فحاذر من أن تنساها. هبة الرحمن هي القرآن فعطر منه الأفواه.